قال وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب قال إن بلاده تدرس بجدية تصدير فائض إنتاجها من الكهرباء إلى أوروبا. هذا وقال الوزير إن الطاقة الإنتاجية المحلية من الكهرباء تصل إلى 25 جيجاوات تستهلك الدولة منها 17 جيجاوات في أوقات الذروة. لمزيد من المتابعة ينضم إلينا الآن عبر الهاتف من الجزائر الدكتور فارس مسدور الخبير الاقتصادي. دكتور فارس، بداية أرحب بك، يعني هل هذا التصريح لوزير الطاقة والخاص بدراسة تصدير فائض إنتاج الكهرباء من الممكن أن يكون في صالح الجزائر أم سوف يتسبب في أزمات من نوع آخر فيما يخص معدل الإنتاج والاستهلاك للكهرباء؟ أولا هذا الموضوع يحتاج إلى هياكل قاعدية بغية إيصال هذه الطاقة التي يتحدثون عنها أنها فائض إلى الاتحاد الأوروبي بشكل عام وإلى فرنسا بشكل خاص. الجانب الثاني أن الجزائر ما زالت الآن لم تصل إلى حد الإشباع الكامل بالنسبة للطاقة الكهربائية خاصة، وأن المناطق الصحراوية تكلفة الطاقة فيها غالية جدا. الجزائر الآن يمكن أن تسخر مشروع طاقة شمسية بغية تزويد أوروبا بحاجاتها من الطاقة، هذا ممكن، ولكن لن يتأتى بإمكانات الجزائر، وإنما يجب أن يكون بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي في مشروع كبير يستفيد منه الاتحاد بالدرجة الأولى. الجانب الثالث، كان هنالك مشروع ديزرتاك مع ألمانيا الذي كان يهدف إلى توفير الطاقة لأوروبا، وغير أن هذا المشروع حال جهات معينة دون أن يصل إلى تجسيده على أرض الواقع، وكان يمكنه أن يغني أوروبا عن بعض الطاقات التي تستخدمها الآن خاصة الطاقة النووية واستخدام الغاز والأزمة التي يعيشونها الآن، كان يمكن أن يتجاوزها. بالحديث عن الأزمة، طيب يعني أوروبا تعاني من أزمة طاقة حالية كبيرة من الممكن أن تنتهي في المستقبل، ولكن في هذا الوقت هل تتوقع أن يكون هذا الأمر والخاص بتصدير الكهرباء مؤقت وليس دائم، وهو نوع من أنواع دعم ربما فرنسا على سبيل المثال وعلى سبيل الخصوص لمواجهة هذه الأزمة في الطاقة؟ من الصعب جدا أن يجسد على الأجل القصير، هذا مشروع في الأجل المتوسط والطويل، لأنه يحتاج إلى هياكل قاعدية لإيصال الطاقة الكهربائية إلى أوروبا بشكل عام. طيب هل تملك الجزائر القدرة دكتور على بناء هذه القواعد يعني لتصدير الطاقة وتكلفتها أيضا والذي سيحط بدوره على الاقتصاد الجزائري، هل تملك الجزائر هذا؟ الجزائر حاليا لا تعيش بحبوحة مالية كالتي كانت تعيشها في يعني الألفينات، بداية الألفينات. الجزائر الآن مقبلة على مشروع داخلي يفترض أن تسخر تلك الأموال لتنمية الداخل. أما ما تعلق بالاتحاد الأوروبي فيمكن للاتحاد الأوروبي أن يسخر فوائضه المالية بغية إعداد الهيكل القاعدية التي توصل الطاقة الكهربائية أو فائض الطاقة الكهربائية من الجزائر، أو إمدادات الغاز من طرق أخرى كالتي يتحدثون عنها من خلال المسار ما بين مالي والجزائر وغيرها من دول الوصول إلى أوروبا بعيدا عن خط المغرب. نعم، من الجزائر دكتور فارس مسدور الخبير الاقتصادي، أشكرك جزيل الشكر على كل هذه المعلومات، كنت معي مباشرة عبر الهاتف من هناك.